فلا يستفزنك الفرح. قالت السيدة زينب عليها السلام مخاطبة يزيد بن معاوية: وما فريت إلا جلدك، وما جززت إلا لحمك، وسترد على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من دم ذريته، وانتهكت من حرمته، وسفكت من دماء عترته ولحمته، فلا يستفزنك الفرح بقتلهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وحسبك بالله وليا وحاكما، وبرسول الله صلى الله عليه وآله خصيما، وبجبرائيل ظهيرا.